يا صباح الخيرات على كل حضراتكم وسيدات والساده مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم. اهلا بيكم وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. حلقه جديده، اخبار جديده، موضوعات جديده، وضيوف جداد، وان شاء الله حضراتكم تسعدوا معانا في حلقه النهارده. صباح الفل. صباح الخير. ازيك يا كريم؟ صباح الخير على حضراتكم جميعا. وزي ما كريم كده بيقول كل يوم بنبقى حريصين في 10 الصبح في الاهلي ان احنا نجيب لحضراتكم دايما موضوعات واخبار جديده محليه وعالميه. على سبيل المثال النهارده مثلا في الفقرتين، فقره منهم هيكون معانا الاستاذه انهار انديل، وهي طبعا رئيس لجنه المراه بالنادي الاهلي. وكل يوم كنا بنتكلم قد ايه اللجنه دي بتقدم نشاطات مختلفه ان هي بتخدم بيها السيدات الاعضاء. الفقره الثانيه معانا فقره جميله قوي، وهي فكرتنا الحديث عن فريق دوري كرة القدم بس للصم. فئة جميلة، فئة موجودة، فئة محترمة، فئة يعني منتجة في هذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه. وكمان الحاجة الإيجابية أو الجميلة إن الدولة بتلقي الضوء والاهتمام على هذه الفئة، فأعتقد كلنا لازم إن احنا نلتفت كده ليهم، كمان نقدرهم ونتكلم كمان عنهم ونشوف كده الناس دي واصلة يعني لأي مستوى رائع حقيقي في المجتمع. فان شاء الله يكونوا فقرتين حلوين، بس هنبدا بقى باول اخبارنا عن الاهلي. كالعاده بنبتدي مع حضراتكم باخبار النادي الاهلي. الاهلي بيواصل تدريباته اليوميه، وامبارح قبل التمرين اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني مع كل اللاعبين عشان يشرح لهم بعض الجمل الخططيه والفنيه اللي عايز ينفذها خلال التمرين استعدادا لمواجهه الزمالك طبعا في نهائي دوري ابطال افريقيا. ركز الجهاز الفني على تدريبات الكره وكمان على تصويب الاخطاء في التقسيمه اللي اتعملت بطول الملعب بمشاركه اثنين من حراس المرمى طبعا لتنفيذ الجوانب الفنيه والخططيه بشكل يعني عملي. طبعا ده حصل بمشاركه مجموعه من الناشئين في ظل غياب الدوليين المنضمين الى المنتخبات الوطنيه المختلفه. حسين الشحات كمان لاعب الاهلي بيواصل تاهيله بخوض بعض التدريبات في الجيم والجري حول الملعب، ده تحت اشراف الجهاز الطبي ضمن طبعا برنامجه العلاجي. خلينا نقول شكواه طبعا بعد الاصابه يعني اللي جات له من في العضله الخلفيه اللي ابعدته عن المشاركه الجماعيه. ربنا يشفيه يا رب. احنا كل يوم تقريبا يعني بندعي ان ربنا كده يدي الصحه وكمان القوه للفريق بتاعنا. امبارح كمان كان في تدريبات قويه لثلاثي حراس المرمى علي لطفي، احمد طارق، حمزه علاء في مران منفرد قبل مشاركتهم في بقى تقسيمه قويه بالكره ان شاء الله ربنا معاه. طيب ده بالنسبه لاخبار ومستجدات النادي الاهلي. على صعيد حاله الطقس ودرجات الحراره تعالى نتعرف على الاجابه من خلال هذا التقرير. مع حضراتكم لاخر اخبار النادي الاهلي مع زميلتنا هنا والقاسم مراسله قناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره. هنا صباح الخير عليكي، وعايزين نعرف منك كده اخر اخبار النادي يعني في الصحف والمواقع المختلفه، اتفضلي. صباح الخير عليكم يا نهواند ويا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هنقل لكم الأجواء وكمان أهم وأبرز أخبار النادي. في البداية هبدأ بالأجواء. الحقيقة أن توافد الأعضاء على مقر النادي الأهلي بالجزيرة في هدوء نسبي، يمكن أغلب الأعضاء المتواجدين داخل الفرع من فئة كبار السن، لكن طبعا الأعداد بتزيد على مدار اليوم، ودرجة الحرارة داخل المقر دلوقتي 22. هننتقل بقى لآخر أخبار
اخبار النادي ونبدا بالاخبار الاجتماعيه. الحقيقه ان لجنه الطفل تحت رعايه اللجنه العليا للجان وكمان الاداره التنفيذيه حابه تعلن ان يوم الجمعه القادم هيكون فيه مهرجان تعريفي برياضه العاب القوه. المهرجان ان شاء الله هيكون في فرع مدينه نصر، هيبدا الساعه 1 ظهرا حتى الساعه 5 مساء، وهيكون فيه انشطه كتيره زي الحواجز والرمي بالادوات البديله وكمان الكرات الطبيه. طبعا اليوم هيكون اكسبيرينس او تجربه جديده على جميع الاطفال، فياريت كل الاعضاء تتوجه لاداره العلاقات العامه في الثلاث فروع وتسجل اسم اولادها، لان هو باسبقيه الحضور وبحد اقصى 100 طفل. هيتم تقسيم طبعا الاطفال لثلاث مجموعات، وهيكون يوم الحقيقه فيه انشطه كتيره، فياريت كل الاعضاء يتوجهوا ويسجلوا اسم ابنائهم. هننتقل بقى لاخر اخبار الفرق الرياضيه، ونبدا طبعا في البدايه بالفريق الاول لكره القدم. امبارح طبعا كان في تدريب، والحقيقه انه حرص المدير الفني موسيماني على عقد محاضره قبل التدريب، وكل ده طبعا استعدادا لمواجهه الزمالك في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. الحقيقه ان المران بشكل عام كان مبني على تدريبات بدنيه خفيفه، كان في فقره تصويب على المرمى، وكمان قام الفريق بلعب تراي ماتش او زي ما بيقولوا تقسيمه بطول الملعب. حابه كمان اقول ان الناشئين اللي تصعدوا مع الفريق الاول طبعا بعد انضمام كثير من لاعبي الاهلي سواء المحليين او الدوليين لمنتخبهم الوطنيه، والناشئين دول هم احمد اشرف، محمد اشرف، عمر رزق، إبراهيم السيد، وأحمد السيد غريب. طبعا بنتمنى التوفيق لجميع لاعبينا والتأدية أداء مميز. هننتقل بقى للألعاب الأخرى، ونبدأ بلعبة كرة اليد. الحقيقة أن النهاردة سيدات كرة اليد هيستأنفوا تدريباتهم بعد الراحة لمدة 24 ساعة اللي طبعا منحهم بيها الجهاز الفني بعد الفوز على نادي هليوبوليس بنتيجة 32-12. هيتم النهاردة استئناف التدريبات استعدادا لمواجهة نادي سبورتينج في إسكندرية يوم الجمعة المقبل إن شاء الله. بنتمنى طبعا التوفيق لفريقنا، والحقيقة أن أنا حابة أقول أن الفريق الأول لكرة اليد سيدات عاملين موسم عالي جدا لحد دلوقتي في الدوري، قدروا يفوزوا في كل الجولات الماضية، والحقيقة أن احنا بنتمنى لهم أن هم يكملوا على نفس المستوى ده ويقدروا يفوزوا ببطولة الدوري لهذا الموسم. هننتقل بقى للعبة كرة الطايرة. الحقيقة أن الناشئين كرة الطايرة النهاردة هيكون عندهم مباراة أمام نادي النصر، هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. المباراة هتكون الساعة 7:30 ضمن طبعا برضو منافسات بطولة الدوري. بنتمنى الفوز لفريقنا وتحقيق أداء عالي. دي كانت أخبار الفرق الرياضية والأخبار داخل النادي الأهلي وكمان الأجواء. العودة ليكم مرة تانية في الاستوديو. شكرا ليك الزميلة العزيزة هنا والقاسم. طيب نروح بقى لجولتنا اليومية صحفيا، ونتعرف من خلالها على آخر الأخبار الرياضية في المواقع والصحف المحلية والعالمية مع الزميلة العزيزة مريم سميح، مراسلة قناة النادي الأهلي من داخل مقر جريدة الشروق. صباح الفل عليك يا مريم، ومستنيين نسمع منك، وخصوصا الأخبار اللي بتتعلق بتألق مجموعة من اللاعبين المصريين في رياضات مختلفة امبارح بصفة خاصة، ميار شريف، النني وغيرهم. صباح الفل عليك، اتفضل. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهواند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. نقدر نقول إن هو صباح مصري أصيل فعلا زي ما أنت قلت يا كريم بالظبط، لأن يعني أسماء المصريين في الخارج تصدرت جميع العناوين الصحفية في كل الصحف العربية والعالمية وكمان المصرية. بس بدايتنا طبعا مع ميار شريف، لأن هي كانت الحدث الأبرز يعني منذ أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم. عايز أقول كمان أنه بالرغم من الأحداث اللي شهدتها مصر في الساعات الأخيرة، الأحداث الهامة طبعا وأبرزها انتخابات مجلس النواب، إلا أن ميار شريف استطاعت أن هي تحجز مقعد هام جدا ما بين العناوين الصحفية. البداية من سكاي نيوز عربية، إنجاز تاريخي للفتاة الذهبية ميار شريف تتوج ببطولة تشارلستون الدولية للتنس. طبعا يعني صحيفة سكاي نيوز عربية أبرزت تتويج ميار شريف بطلة مصر في التنس ببطولة تشارلستون الأجنبية أو الأمريكية الدولية للتنس، بعد تفوقها على البولندية كاترزينا كاوا المصنفة 130 عالميا في نهائي البطولة، ده طبعا بمجموعتين 6-2 و6-3. وكمان يعني عايزين نقول إن ميار توجت أو فازت في 8
مباريات متتالية لتسطر التاريخ من جديد، أو كمان يعني حجزت مقعد هام جدا أو قدمت يعني بطولة هامة جدا في تاريخ مصر للتنس في أمريكا. كمان عايزين نقول إن فازت ميار المصنفة 164 عالميا، غيرت تصنيفها تماما ليصبح من 164 ل 132. قبل كده فازت ميار على البلجيكية الرومانية جابرييلا تالبا في جولتين 3-6 6-3 و6-1، وتأهلت لنصف نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا. عايزين نقول كمان يعني أبرز التصريحات اللي تنقلتها الصحف لميار. ميار قالت إن دي مجرد بداية، هي شايفة إن بطولة تشارلستون مجرد بداية لأن هي هتشارك في بطولات كتير خلال الفترة المقبلة، وشافت إن سلمة على سلمة هي هتصعد. كمان قالت إن يعني فيروس كورونا أكيد أثر على تدريباتها خلال الفترة اللي كل الناس اتأثرت بيها، ولكن هي كانت بتحرص إن هي تستمر في تدريباتها البدنية، واللي طبعا يعني أهلتها للفوز بنهائي تشارلستون الدولية. كمان قالت إن هي بتتلقى دعم كبير جدا من مؤسسات مصر المختلفة، وعلى رأسهم طبعا وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وإن هي مستنية إن هي تنزل مصر بفارغ الصبر علشان يعني تبين كل الدعم اللي هي تلقته من هذه المؤسسات. وكمان جابت سيرة محمد صلاح، قالت إن هو يعني لم يلتقوا بشكل مباشر أو إن هم ما تكلموش بشكل مباشر، ولكن إن هي بتتلقى منه كل الدعم خلال الفترة الماضية على مواقع السوشيال ميديا لما بتقدم شيء ممتاز أو بطولة في بطولات التنس. هيكون معانا يعني جولة في تناول الصحف العربية والمحلية لفوز ميار شريف من الشرق الأوسط نيويورك، تتويج تاريخي للمصرية ميار شريف ببطولة تشارلستون الدولية للتنس، من يلا كورة بعد التتويج قفزة تاريخية لميار شريف في التصنيف العالمي زي ما قلنا من 164 ل 132 في التصنيف العالمي للسيدات تنس. كمان من موقع في الجول، ميار شريف تواصل كتابة التاريخ وتحقق لقب تشارلستون، من صحيفة المصري اليوم، ميار شريف تدخل التاريخ بعد التتويج بلقب بطولة تشارلستون الدولية للتنس. عايزين نقول كمان ان وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي قدم التهنئة في بيان صحفي رسمي لميار شريف، كمان قال وأشاد أدائها والنتائج المبهرة اللي هي بتحققها، وشايف ان التنس بقى في مكان تاني خالص، او يعني مكانة مصر في التنس بقت في مكان تاني خالص بسبب ميار. كمان اللجنة الأولمبية هنوها على النتائج المميزة، وقالوا ان هي طبعا رفعت راية مصر عاليا. نروح لنجمنا طبعا النجمة محمد صلاح من موقع الشروق، هدف صلاح لا يكفي، التعادل الإيجابي يحسم قمة السيتي وليفربول لصالح ليستر. انتهت قمة مانشستر سيتي وليفربول بالتعادل الإيجابي 1-1 في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز. أحرز الهدف لليفربول محمد صلاح طبعا في ركلة جزاء حصل عليها ساديو ماني على ملعب السيتيزن أو الاتحاد. سجل صلاح الهدف في الدقيقة ال 12. عايزين نقول على هامش المباراة حصلت زي مشادة كلامية ما بين صلاح وساديو ماني، ولكنها يعني انتهت سريعا. يقال أو تناولتها الصحف أنه المشادة حصلت بسبب أن ساديو ماني حصل على ركلة الجزاء، ولكن صلاح هو اللي سدد هذه الركلة. ولكن طبعا زي ما احنا عارفين أن مدرب ليفربول يورجن كلوب يعني وضع زي أغلب مدربين العالميين، بيضع صلاح الأول في تسديد ضربات الجزاء، وده يعني شيء متعارف عليه. يمكن المشادة الكلامية لم تكن الأولى بين ساديو ماني وما بين صلاح، يمكن حصل الكلام ده في الموسم الماضي. تناولته برضو صحف قالت أنه كان في نوع من الأنانية لكل منهم، ولكن عايزين نقول رغم كل اللي بيحصل ده في ما بينهم طبعا يعني نوع من التآلف، وفي بينهم نوع من الصداقة أيضا، ولكن كان لازم نقول أن الصحف أبرزت هذه المشادة اللي حصلت خلال مباراة أمس. بعد الهدف اللي طبعا سدده امبارح نجمنا نجم المنتخب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح، اعتلى او وصل صلاح للقمه على يعني القائمه هدافي الدوري الانجليزي بيعني نتيجه او يعني حصيله 8 اهداف.
من موقع مبتدأ، تريزيجيه يتفوق على النني، أستون فيلا يقصو على أرسنال بثلاثية. حقق أستون فيلا فوز كبير بثلاثية نظيفة أمام أرسنال أمس الأحد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز. الهدف الأول في الدقيقة 25 يعني تم احتسابه لمحمود تريزيجيه، ولكن عاد مرة أخرى احتسابه لساكا في الشوط الثاني، واصل أستون فيلا يعني أهدافه بهدفين. عايزين نقول أن تريزيجيه قال أن النني لاعب مجتهد جدا، بما أنهم اتقابلوا مبارح في مباراة أستون فيلا وأرسنال، قال أن النني مجتهد جدا وبسبب اجتهاده استطاع أن هو يوصل للعب في أرسنال، وكمان قال أنه اللي يشوفه ممكن يقول أنه هو لاعب عادي، ولكن اللي يشوفه داخل الملعب بيقول أو بتظهر نتيجة هذا الاجتهاد بشكل كبير جدا. من صحيفة ماركا الإسبانية، سولير وجايا لم يرحم ريال مدريد. الصحيفة المعروفة طبعا بميولها المدريدية أبرزت الخسارة المدوية لريال مدريد أمام فالنسيا بهدف مقابل 4 أهداف في الدوري الإسباني. ماركا كتبت أن كارلوس سولير وخوسيه جايا لم يرحم ريال مدريد رغم تقدم كريم بنزيما في في الهدف الأول طبعا. وريال مدريد يمكن نقول أو ماركا الإسبانية قالت إن هي يعني ريال مدريد ارتاح لما هذا الهدف أحرز، ولكن يعني بعد كده أصبحت المباراة أشبه بمصارعة الثيران ونجحوا في تحقيق فوز كبير على ملعبهم. وأخيرا من موقع سوبر كورة، منتخب مصر ينتظر وصول محمد صلاح وتريزيجيه والنني اليوم. النهاردة منتخب مصر بقيادة حسام البدري بينتظر وصول الخماسي المحترف في الخارج، محمد صلاح، محمد النني، محمود تريزيجيه، وأحمد حسن كوكا، وكمان أحمد حجازي، وده للمشاركة في المباراتين أمام توجو يوم 14 و17 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا. زي ما احنا شايفين دي كانت أخبارنا كلها بتتناول أخبار أبنائنا المصريين في الخارج في مختلف الصحف طبعا من موقع جريدة الشروق. بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى. نشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا ليكي، ونكمل مع حضراتكم سلسلة أخبارنا. في بقى خبر جميل جدا معانا دلوقتي، هو خليني أقول يحسسنا كده بالفخر. أول ضابط شرطة في التاريخ المصري بيحصل على برونزية بطولة العالم لكمال الأجسام الماسترز، هو العقيد أحمد سامي باتحاد الشرطة الرياضي. طبعا زي ما نقول كده إن احنا كل يوم لما نتكلم عن حدث أو نموذج مصري بيحقق إنجاز حقيقي بيعرفك قيمة وقدرة مصر في كل المجالات، هي الواحد لازم يكون فخور. بنتكلم هنا بقى العقيد أحمد سامي ده كتب على صفحته بفيسبوك قبل خوض المنافسة، سأل كده تحديدا: الحمد لله بستعد حاليا لخوض بطولة العالم للرجال كمان 3 ساعات، دعواتكم أقدر أكمل لأني بموت حرفيا، لكن دي مصر. قال كمان: أهدي البطولة لزملائي شهداء الشرطة العظماء من ضحوا بأنفسهم من أجل مصر ولأهلهم الأبطال، فأنا لست ببطل بل هم الأبطاء حقا، وأهديها لوزارة الداخلية بسبب ثقتها ودعمها. خلينا نقول جدير بالذكر أن العقيد أحمد سامي هو حصد سابقا الميدالية الذهبية في تصفيات البطولة العربية 21 لبناء الأجسام، يصبح بذلك بقى أول ضابط شرطة مصري وعربي بيحصل على هذه الميدالية في تاريخ البطولة. حاجة مشرفة جدا طبعا. وإحنا أكيد أكيد متشرفين وسعداء أن إحنا نسمع حاجة زي كده بجد. طيب خبر تاني بقى خالص، اقفز كالفرعون. ايه بقى الجملة دي؟ دي شعار النسخة التالتة من مهرجان القفز بالمظلات فوق سطح الأهرامات، واللي انطلق امبارح في رسالة سلام للعالم كله من مهد الحضارات مصر أم الدنيا. طبعا شارك في هذا المهرجان 120 مشترك بيمثلوا دول مصر، أمريكا، البرازيل، فرنسا، إنجلترا، بلجيكا، هولندا، سويسرا، كرواتيا، روسيا، إيطاليا، ألمانيا، الإمارات، الكويت، المغرب، كندا، السعودية، وأيضا الصين. تمت القفزة من الطائرة بارتفاع 15,000 قدم. وجدير بالذكر أن هذا المهرجان يعتبر واحد من أهم الأحداث اللي بتدعم السياحة الرياضية من خلال ممارسة الرياضة في معالم مصر الأثرية والسياحية. كمان جدير بالذكر أن المهرجان ده كان المفروض أنه هيتنظم في يونيو الماضي، ولكن اتأجل بطبيعة الحال بسبب توقف حركة الطيران لانتشار فيروس كورونا. طيب دي كده كانت جزء بس، او ده كان جزء من اخبارنا. هنروح فاصل ونرجع نكمل تاني، اخبارنا ما خلصتش، خليكم معنا. نرحب بحضراتكم مره تانية ونكمل بقى اخبارنا. امبارح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه
افتتح ملاعب شركة النجيل الصناعي المملوكة للوزارة ووزارة الانتاج الحربي. طبعا مصنع النجيل الصناعي ده بيدعم ودور الرياضة في الاقتصاد المصري لما يشهده من حجم استثمارات تجاوزت هنا 100 مليون جنيه. كمان الدولة بتسعى الى الاكتفاء بالانتاج المحلي للنجيل الصناعي وكمان وجود شركات للصيانة. خلال الافتتاح اقيمت مباراة كرة قدم استعراضية شارك فيها وزير الشباب والرياضة على هامش الافتتاح وجولته التفقدية. تعالوا كده نشوف لقطات من المباراة ونرجع نكمل. طب دي كانت المباراة، تعالوا بقى نشوف تصريحات وزير الشباب والرياضة عن الحدث ونرجع نكمل. شركة النجيل الصناعي تابعة لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الإنتاج الحربي. مفهوم جديد مصري ان احنا كهيئات حكوميه بندخل في استثمارات احنا محتاجينها في مصر. فصناعه النجيل الصناعي زي ما بيقولوا هنا عاصمه النجيل الصناعي كابتكس، يعني حكومي تكنولوجيا المانيه تماما. احنا استهلاكنا كوزاره الشباب والرياضه كبير جدا، تم التفكير ان احنا استهلاكنا ده يكون من خلال الصناعه المحليه. في الحقيقه بذلنا جهد كبير جدا مع الشركاء الالمان ان احنا نعمل نحوكم العقد زي ما بيقولوا علشان نوصل لمنتج محلي مصنوع بشكل كبير جدا بالتكنولوجيا الالماني، لكن يكون سعر منافس سواء لاستخدامنا كوزاره الشباب والرياضه في اكمال مشروع قومي للملاعب او للسوق، وكمان نخرج بره مصر بتجربه جديده. النهارده في الحقيقه يعني يعتبر شكل افتتاح رسمي وعملي للمصنع مع طبعا وزاره الانتاج الحربي. احنا موجودين في المصنع، اتعمل الملعب ده علشان يقول احنا نقدر نصنع بهذا الشكل ونجود منتجنا بشكل كبير. النهارده طبعا كان الفريق الاخر معالي وزير الانتاج الحربي، كنت انا فريق وهو فريق بس جاله التزام يعني، لكن لعبنا ماتش جامد قوي ويعني ما اعرفش النتيجه خلصت كام، انا مشيت قبل ما يخلص الماتش. طب انا كده كويس يعني، كده مبسوط انا يعني. فيعني انا عايز اكد بس ان احنا كمصر هو كاداء حكومي مبسوطين جدا لمنتجنا، ده دعاية وطنية لمصر يعني. كمان ده إن شاء الله إحنا كمان تقابلنا يمكن مع معالي وزير الإسكان إن إحنا جزء كبير كمان في العاصمة الإدارية أو في المجتمعات العمرانية الجديدة هيغطيها المصنع سواء من اللاندسكيبنج أو الفيفا أبروفد. فيفا أبروفد يعني هو أبروفد من الفيفا إنه يكون ملعب كرة بشكل مختلف. وكمان يمكن النهاردة حصل ان في لونين للملعب وده كان جديد بناء على طلب مراكز الشباب والناس في الاقاليم، فايضا تم تجويد المنتج يعني. المصنع شراكه ما بين وزاره الشباب والرياضه والانتاج الحربي
وشركة المقص سبورت وشراكة صغيرة جدا قطاع خاص مع الألمان. احنا واخدين الحق ده. احنا والإنتاج الحربي الجزء الحكومي اللي هيفيد ازاي؟ هيفيد ان هو خلى المنتج محلي مصري ميدين ايجيبت. احنا في لا داعي لذكر الاسامي، لكن في منتجات تانية غزت السوق المصري فترة طويلة. احنا وصلنا لجودة اعلى لان هي جودة المانية، لكن سعرها اقل من الاسعار الاخرى اللي هي قد تكون اقل جودة. هنفيد ازاي؟ احنا غطينا المرحلة السابعة دلوقتي، المشروع القومي لمراكز الشباب والملاعب المفتوحة. بنغطي بقى المرحلة الثامنة، احنا عندنا ما يربع 5000 مركز شباب، فبالتالي احنا لسه في 3000 مركز شباب، يعني حاجة زي كده. الإكمال الباقي هيكون من خلال منتجاتنا بشكل صريح. يعني احنا وزارة الشباب والرياضة عملنا كمان شركة صيانة على اعتبار اللي يتبني بيتم التوقيع صيانته علشان نحافظ أكبر قدر ممكن أو أكبر قدر ممكن. أنا طبعا بشكركم تاني لأن كنتوا يعني بتوروا المجتمع المحلي إن في منتج مصري موجود ميد إن إيجيبت أفضل وأجود، سواء على مستوى اللاندسكيبينج أو على مستوى الفيفا أبروفد أرتفيشال جراس اللي هو النجيل الصناعي أرضيات الملاعب. يعني طيب ده كان كلام وتصريحات معالي وزير الشباب والرياضة. تعالوا بقى نروح لخبر تاني ومنطقة تانية خالص. فازت الخيل أوثنتيك بكاس بريدرز الكلاسيكية للخيل بعد ما وصلت إلى خط النهاية قبل الخيل إمبروبيبل في سباق كانيلاند. هذا الفوز يعتبر هو الفوز الخامس لأوثنتيك من إجمالي 7 سباقات اشتركت فيهم هذا العام. نروح بقى لليابان، أقيم أول حدث رياضي دولي لليابان منذ انتشار فيروس كورونا ده في طوكيو بمناسبة جمباز بمشاركة 4 دول وهي اليابان وروسيا والصين والولايات المتحدة. كنا لسه بنتكلم مع حضراتكم في حلقتنا امبارح عن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا واللي حصل معه في الفترة الأخيرة. النهاردة الطبيب المعالج للأسطورة الأرجنتينية مارادونا قال إن صحته ابتدت تتحسن بشكل ملحوظ وبيواصل التعافي بعد العملية اللي أجرها قبل أيام، وقال كمان أنه كان اتفق مع أسرة مارادونا على تخديره عشان يبقى في المستشفى الأيام اللي فاتت لأنه كان عنده رغبة عارمة في الرحيل من المستشفى إلى منزله، لكن دلوقتي هو بيعي كل شيء بشكل كبير. وامبارح كمان تجمع عدد من رواد كنيسة بتطلق على نفسها الكنيسة المارادونية، اتجمعوا كلهم عند باب المستشفى طبعا كشكل من أشكال الدعم لهذا الرمز الكروي الكبير. لسه كنا بنتكلم امبارح على قد ايه هذا اللاعب رمز كبير جدا وقدوة لأجيال كتير، يمكن جيلنا وجيل أكبر مننا دلوقتي أجيال كمان أصغر مننا، فيعني ربنا يشفيه. وكويس ان كمان الخبر المعنى ان هو بدأ يتعافى، اكيد كلنا بنتمنى ان صحته يعني تتحسن. نروح بعد كده بقى، الدراج الإسباني بول إسبرغارو فاز بصدارة سباق جائزة أوروبا الكبرى للدراجات النارية موتو جي بي بعد أن سجل أسرع زمن في الحصة المؤهلة للسباق في إسبانيا متفوقا على منافسه أليكس رينرز صاحب المركز الثاني. وأخيرا وليس آخرا، بيختتم نوفاك جوكوفيتش العام الحالي بالحصول على المركز الأول في التصنيف العالمي للمرة السادسة، وهو الرقم اللي حققه فقط أسطورة التنس الأمريكي بيت سامبرس. يعتبر جوكوفيتش أكبر مصنف بيحقق هذا الرقم في عمر 33 عام، وقد تأكد هذا الأمر رسميا. قال جوكوفيتش إن سامبراس هو مثله الأعلى منذ أن كان طفلا صغيرا، وإن تحقيق الرقم اللي بيحمله سامبراس يعتبر بمثابة حلم وتحقق. أخبارنا كده خلصت والفقرة الأولى، هنروح لفاصل بعدين الفقرة الثانية الحوارية. زي ما كنا بنقول لحضراتكم أنا وكريم، معنا فقرة مع الأستاذة أنهار أنديل رئيس لجنة المرأة بالنادي الأهلي، هتبقى فقرة جميلة جدا، نتعرف كمان على الأنشطة المختلفة في النادي من خلال هذه اللجنة. تاني حاجة بقى الفقرة الجميلة اللي احنا بنتكلم فيها عن دوري كرة القدم للصم، لو عايزين من دلوقتي حضراتكم تبتدوا تبعتوا رسالة ليهم، عايزين تقولوا لهم أي حاجة، توجهوا لهم كلمة تشجيع، ابعتوا على فكرة ونقرأ التعليقات دي في الفقرة الأخيرة دي، تبقى لمسة جميلة برضو من حضراتكم جدا. فاصل وهنرجع نكمل.
اهلا بكل حضراتكم من جديد. هنتكلم دلوقتي عن انشطه وفعاليات اللجان في النادي الاهلي وبالاخص لجنه المراه اللي الحقيقه ليها دور كبير جدا وفي منتهى الاهميه في الاهتمام بعضوات النادي وايضا تنظيم انشطه تنمويه بقى فكريا وثقافيا وصحيا الى اخره. وبرده كلمه حق لازم تتقال في الفتره الاخيره بعد جائحه كورونا، عملوا العديد من الفعاليات المهمه جدا، هنعرف من خلال هذه الفقره ان شاء الله كل تفاصيلها مع الاستاذه انهار قنديل رئيس لجنه المراه بالنادي الاهلي. يعني احنا معانا رئيس لجنه المراه ومعايا نصيره المراه، انتوا كتر خيركم ان انتم قاعديني معاكم في القعده دي والله. صباح الفل يا فندم منورانا، اهلا بيك. اهلا بيك يا كريم. صباح الخير على حضرتك، وده بيتك يعني، احنا هنعدي بس النيل مش الشارع هنلاقي نفسنا في النادي. فاحنا بجد سعداء بوجودك، لان احنا تقريبا كل اسبوع على الاقل معانا خبر عن دور لجنه المراه او الانشطه المختلفه اللي بتقوم بيها في النادي وكمان خدمه للعضوات، فدي حاجه جميله جدا. نعرف بقى الناس تفاصيل اكتر، ايه اللجنه، مين هم العضوات مبدئيا، بعدين نخش بقى في تفاصيل الانشطه. اول حاجه لجنه المراه هي لجنه منبثقه من مجلس الاداره. الكابتن محمود الخطيب اول ما بدا قال برنامج عائله الاهلي. برنامج عائله الاهلي عباره عن نشاط اللجان المختلفة مسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج، إن مسؤولية اللجان كلها التواصل مع الأعضاء. فده الهدف الرئيسي، إن إحنا يكون في فايدة من وجود اللجان للتعامل مع جميع الأعضاء. الفايدة هتعم للناس كلها بفاعلية اللجان دي. اللجنة عندي لجنة المرأة عبارة عن عضوات تشكيلها رئيس، مقرر، المقرر الأستاذة سهام، بعدين الأستاذة أمل موجودة في اللجنة، الأستاذة نعم العدد ممكن نقطع اللي هي فده؟ الأستاذة سهام، الأستاذة رنا، الأستاذة أمل، الأستاذة نسمة، الأستاذة سمر. اتمنى ان ما كنتش نسيت حد منهم، لا مش لازم بالظبط يعني، احنا بس ناخد فكره بشكل عام يعني. كلهم طبعا عضوات محترفين في العمل الاجتماعي، بيضيفوا للجنه في نشاط. الحمد لله كلهم من قبل ما انا ادخل اللجنه كمان كان ليهم نشاط متميز. الهدف ان احنا نعمل تنوع في الانشطه. تنوع الانشطه، عددنا الأهداف بتاعتنا من نشاط ديني لنشاط اجتماعي لنشاط ثقافي لنشاط تعليمي وترفيهي كمان، وترفيهي الفترة يعني اللي نوعنا بالظبط. طب يعني هل بيبقى في خطه مثلا بتتحط في توقيت معين وبتبقوا عاملين حسابكم ان انتوا الفتره الجايه هتشتغلوا على تنفيذها؟ يا فندم احنا بيحصل اجتماعات، الاجتماعات بتاعتنا بتكون بطريقه منتظمه، بنرتب ليها بحيث ان احنا بنوصل من نتائج الاجتماع ان احنا عندنا مشروع واجب ان احنا نعرضه، بنعرضه على اللجنه العليا، اذا حاز موافقتها بتعرضه على الاداره التنفيذيه، بيليه من الموافقه الاجراءات التنفيذيه اللي المفروض ان احنا بنعملها لتنفيذ المشروع ده. جميل. احنا بدأنا مع فترة الكورونا، فترة الكورونا طلعنا شعار يلا نطلع من الأزمة بمليون حاجة ليها لازمة. الشعار ده كان هدفنا ان احنا كلنا قعدنا في البيت، فكنا عايزين نستفاد بالوعيد دوت ونخرج بدل ما احنا قاعدين مستنيين يا ترى الكورونا هتعمل ايه. لا احنا هنحاول ان احنا نستثمر الوقت اللي احنا قاعدين فيه بأعمال مفيدة. الأعمال المفيدة دي أول حاجة فكرنا فيها يلا ندور على الفرحة في دلبنا. حفزنا العضوات إن هم كان فترة النقل من صيف لشتاء أو العكس، فنرتب الدواليب. أحيانا بيكون في الدولاب بتاعنا حاجة الكيمياء بتاعتنا مش جايباها بس هي جميلة وجديدة ومفيهاش أي مشكلة. ده أنا بقى ده ليا أنا كل الستات كده دي حقيقة. فإحنا فكرنا إن الحاجة اللي شبه الموضوع ده كده نجمعها وبعدين نكيسها بطريقة لطيفة ونبدأ نفكر في معرض خيري للعضوات، العضوات تعمله لمن يحتاج من العاملين العاملات طبعا لأسرهم. فده نوع من أنواع التكافل الاجتماعي وفقا لعيلة الأهلي. يعني احنا المنظومه كلها قايمه
على ان النادي الاهلي عيله، العيله بتعمل اكتفاء ذاتي. تعليمات كابتن محمود الخطيب اللي اداها للاداره التنفيذيه وللجنه العليا وبلغوا هنا ان الاكتفاء الذاتي من اعمال النادي، كل حاجه هنعملها تكون من النادي وله. هايل. فالمشاركه بين الاعضاء مع لجنه المراه او اللجان المختلفه هي اساس نجاح العمل الاجتماعي. الحاجات اللي عجبتني او من الافكار اللي عجبتني جدا واتكلمنا عنها هنا برضو في 10 الصبح هي فكره محو الاميه برضو للعاملين. دي كانت مبادره جيده جدا. انت مش بس كده بتعملي مبادره عشان تخدمي، لا انت ممكن تعملي اختلاف في حياه الشخص نفسه، ان هو لما يتمحي اميته ده بيبقى بني ادم الى حد كبير يقدر يكون عامل في المجتمع بشكل مش فكره بس يعني المحيط اللي هو بيشتغل فيه، لا ممكن يبقى عنده فرص ثانيه كمان كتيره جدا، فبتخلقي له مستقبل مفتوح اكتر او منفتح اكتر. بالظبط كده. يعني احنا فكرنا في لجنه المراه ان احنا عندنا بعض العمالة البسيطة اللي ما عندهاش القراءة والكتابة، لم يحالفهم الحظ للقراءة والكتابة، فالناس دول احنا فكرنا فيهم وقلنا نحصرهم. والنادي الأهلي بعظمته وبقيمته ما ينفعش يكون في حد ما بيعرفش يقرا ويكتب، فأعلنا مبادرة أهلي بلا أمية. طلبنا من الإدارة ان احنا نعرض هذا المشروع وإجراءات تنفيذه طلبناها منهم، فتمت الموافقة. اهتمت اللجنة العليا والمكتب التنفيذي والإدارة التنفيذية حتى وصل الأمر لكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود اهتم بنفسه وعقد بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتعليم الكبار وبين النادي الأهلي. البروتوكول تم من فترة وجيزة. البروتوكول ده قايم على ان النادي الاهلي بولاده المتعلمين هياخدوا دوره تدريبيه من خلال الهيئه العامه لتعليم الكبار. الدوره التدريبيه دي هتاهلهم ان هم يكونوا معلمين، المعلمين هيبداوا يعلموا افراد عائله الاهلي الذين لم يحالفهم الحظ لاجراء العمليه التعليميه. فده اكتفاء ذاتي من النادي الاهلي، ولاد النادي الأهلي هيعلموا العمالة اللي موجودة في النادي الأهلي، وفي تحفيز مادي ومعنوي للي هيقدموا لهذه المبادرة عشان يشتغلوا فيها، اللي هم هيتدربوا على العملية التعليمية نفسها. فده مشروع قومي. المشروع ده أهدافه متعددة. أولا وفقا للقانون، القانون بيحتم أن كلنا نسعى لمحو الأمية. أي جهات ده قانون. الناحية الاجتماعية إن عائلة الأهلي بكل من فيها مهما كان حجمه هو فرد من أفراد العائلة. حلو. فتكافل اجتماعي وإحساس بالانتماء إن احنا مهتمين بكل ما هو موجود على أرض النادي الأهلي. والإقبال بقى الناس اللي عايزة تشارك. بدأنا عملنا إعلان. الإعلان دوت طلبنا فيه إن اللي حابب ان هو يتطوع للعمليه التعليميه ويكون معلم يقدم، وحطينا معايير بالتنسيق مع الهيئه العامه لتعليم الكبار. المعايير للاختيار هيتم بعد حصر العدد المتقدم في 3 فروع النادي الاهلي. هيتم مقابله الساده الراغبين في العمليه في التعليم اللي هم المعلمين. هنقابلهم وفقا للمعايير، يتم تحديد مدى موافقتهم للمعايير اللي موجوده بيننا وبين الهيئه العامه لتعليم الكبار. بناء عليه هيتم اختيارهم ونبدا فعلا في تشكيل فصول في تنسيق ومتابعه بيننا وبين الهيئه العامه لتعليم الكبار. التنسيق والمتابعه دي هيكون في فصول، هيكون في مده دراسيه، هيكون في تحديد الدارسين والمدرسين، التنسيق بينهم، وإن شاء الله يكون برنامج فعال وينتج عنه المزيد بإذن الله من التفاعل المثمر والمفيد. خلي بالكم كمان إن في أول حاجة ذكرت اقرأ طبعا، فده أمر رباني كمان يعني. وحضرتك بتتكلمي احنا شايفين الصور ده يوم توقيع البروتوكول مع هيئة تعليم الكبار. أيوة. الصورة اللي فاتت تحديدا بالظبط ده كابتن محمود الخطيب والدكتوره ماجده من الهيئه العامه لتعليم الكبار والدكتور عاشور.
ده كان شيء مشرف موجود في مكتب المدير التنفيذي العميد محمد مرجان بوجود رئيس اللجنة العليا المهندس وليد مبروك. الفعالية مشرفة، المنظر مفرح، وجود كابتن محمود الخطيب قيمة وقامة في عمل اجتماعي، هو دي أخلاقه، يعني هي دي الأخلاق كابتن محمود الخطيب. الحقيقة أنتوا عاملين شغل في الفترة الأخيرة بصفة خاصة يعني ملفت جدا للنظر، سواء على الصعيد الترفيهي شفنا كذا إيفنت الفترة اللي فاتت وعرضنا منهم مقتطفات هنا عندنا في البرنامج زي حفلة يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكمان بتهتموا يعني بأمور بتمس بشكل مباشر عضوات النادي الأهلي زي مثلا حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، دي برضو من الحاجات المحترمة جدا. أنا عايز أسأل حضرتك، أنا مش عارف إلى أي درجة بقية النوادي بيبقى فيها لجان مشابهة للمرأة ولا لا، بس لو في حال لو كانت الإجابة هل بتشوفوا اللجان الموجودة في النوادي التانية إيه نوع الخدمات اللي بتقدمها للعضوات وبتحاولوا تجودوا كمان، ولا الدنيا بتبقى ماشية إزاي؟ سؤال مهم قوي حضرتك سألته وبشكرك عليه، لأن ده فعلا بالفعل أنا أول ما توليت مسؤولية لجنة المرأة تواصلت مع النوادي الأخرى، لي صديقات في النوادي طبعا الأكثر شيوعا وأهمية، طبعا بالنسبة لنا النادي الأهلي هو أعظم النوادي عشان نبقى متفقين، فبدأت أشوف النوادي التانية إيه الفكر اللي عندهم، لقيت ان فعلا الاستفادة من الافكار الاخرى، تميزنا ان احنا نوعنا، وكانت الفترة وجيزة من فترة الفراغة بعد الكورونا لوقتنا ده، فحاولنا نعوض الفرق بين الفترة اللي كلنا اتحبسنا فيها في البيوت ما قدرناش نعمل حاجة وبين فترة الفراغة دي، ان احنا نزود الفعاليات، فكان في تكثيف لان كان عندنا اهداف كتير قوي مقارنة باللجان الاخرى. لا ننكر ان احنا طبعا بنستفاد بخبرات النوادي الاخرى، لكن النادي الاهلي ليه مستو ليه طعمه، يعني حضرتك لما تيجي تتفق مع حد يعمل فعالية في النادي الاهلي، لا انا هدخل النادي الاهلي، دي في حد ذاتها يعني بتضيف لرصيده بشكل كبير جدا. طبعا اتفق معاك بالظبط، وبتسهل المهمه جدا، يعني حضرتك لما لينا الشرف ان احنا نتكلم باسم النادي الاهلي، على سبيل المثال البروتوكول بتاع محو الاميه، الناس كانت فرحانه جدا وكانوا حريصين جدا وفرحانين ان هم هيقابلوا كابتن محمود الخطيب، يعني دي في حد ذاتها حافز بعيدة بعد البروتوكول وعن الحدوتة كلها، دي في حد ذاتها حافز، يعني عايزة أقول لحضرتك الناس كانت فرحانة مع الفكرة، يعني وهم ناس محترمين جدا ومتعاونين جدا وقدموا كل التسهيلات وما زالوا معنا في تنسيق للعملية التنفيذية، إن إحنا إن شاء الله بالمشروع ده هننجح وهيكون أهلي بلا أمال بإذن الله. إن شاء الله. حلو جدا والله، يعني اهتمام النادي زي ما حضرتك بتتكلمي مش بس يعني بأعضائه، لا بأي فرد يعني بيمت ليه بصلة، فدي حاجة جميلة. احنا نتكلم ان احنا كيان في الأول وفي الآخر، فالواحد زي ما احنا دايما بنتكلم شعارين احنا عيلة واحدة، وده كلام حقيقي. هاخد بقى من ده واروح عايزة أربط فكرة برضو، ناس ممكن تيجي تقول طب أنا دلوقتي كعضوة مثلا في هذا الكيان في النادي أو غيره، أنا هضيف لرصيدي إيه؟ أنا بتكلم حضرتك بقى في شوية تفاصيل داخل اللجنة. أيوة. لما أنضم لهذه اللجنة وأشوف كده إزاي هتدعمني أنا حتى لو فتاة صغيرة تحديدا، إزاي هتدعمني في حياتي؟ فهنا الرد بيكون إزاي من خلال أنشطة اللجنة تحديدا غير الاحتفاليات وغيره؟ هي اللجنة بتتيح فرصة للمزيد من الخبرات وخاصة الشباب. السياسة العامة عندنا على مستوى جميع اللجان الملاحظ الاستفادة بقدرات الشباب وتنميتهم، فانضمام الشباب بيزيد من الخبرات بتاعتهم وبيمارسوا العمل المجتمعي على أرض الواقع. صحيح، يبقى كده العمل المجتمعي دي نقطة أولى ومهمة جدا، برسخ الانتماء للنادي وفكرة أن اللي بيحب النادي الأهلي بيخدمه بدون مقابل. تمام. ففكرة ان ده عمل تطوعي بيتعمل بدون مقابل، بفرغ من الوقت بتاع الدراسة لو طالبة او من الشغل لو في بداية حياتها العملية كشابة صغيرة او شاب، بيستثمروا وقتهم في عمل مفيد، انتباههم للنادي بيزيد، تحسي ان هم بيشتغلوا بحب. اكبر طاقة طالعة في اللجان في النادي الاهلي من الشباب. هل اللجنة دي ممكن يبقى فيها ولاد؟
يعني فيها رجال وولاد بيدخلوا؟ لجنة المرأة لا الحقيقة يعني أنا نما إلى علمي إن في رجال قدمت ليه لا؟ نما إلى علمي بس الحقيقة يعني هي اسمها المرأة لا بس هقول لحضرتك مش شرط يعني على فكرة المجلس القومي للمرأة فيه رجال ما أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة احنا اوريدي احنا بنخدم المجتمع كله يعني عندنا أنشطة فيها الرجل وفيها المرأة لكن الواقعة نفسها الى تاريخه الى الان ما سمعتش ان النادي الاهلي كان في لجنة المرأة ليه بقول لحضرتك او بسال لكن بيشارك ما هي دي بقى النقطة بيشارك. المشاركة وفكرة كمان الثقافة ان انا لو بتكلم على ان انا عايزة اخلي مجتمع او اساعد في تغيير مجتمع مثلا ما في فكره او احترامه للمرأة او تقديره لدور المرأة لازم كمان اكون الرسالة بوجهها للرجال كمان مش للنص اللي هو اوريدي مفروض عارف ده فهي دي احنا عندنا تفاعل مع النادي كله سواء رجال سيدات اطفال لاحظي ان دور المرأة المرأة هي الاخت هي الام هي البنت هي الزوجة لما بتتعامل على انها هتفيد المجتمع لازم هتتعامل مع جميع اطراف المجتمع مفيش فرد في المجتمع مش هنتعامل معاه خاصة مجتمع عيلة الاهلي عيلة الاهلي على سبيل المثال كان عندنا الحفلة بتاعة المولد النبوي الشريف عرضناها دي العائلة الاهلوية استمتعت ومن جوه العيله كان في طفل واضح انه كان يوم وشاب جميل جدا يعني بفضل من ربنا مش تعزمنا بقى استاذه الناس ما كانتش عايزه تروح مش تقول لنا بقى تعالوا احنا كنا نتمنى وجودكم احنا برضو عايزين نضرب من خلال حضرتك انت شخصيا نموذج للمراه المصريه العامله الفاعله المنتجه المثمره يعني حضرتك الى جانب ان انت رئيسه لجنه المراه في النادي الاهلي وكمان حضرتك عندك منصب كوكيل لوزاره التامينات وعندك البيت بمسؤولياته بتعملي ده ازاي؟ انا هوضح لحضرتك اولا انا بشتغل رئيس قطاع مراجعه وتفتيش في احدى كبرى شركات التامين في مصر هي اول شركه قطاع خاص في مصر ثانيا عندي مسؤوليات طبعا اجتماعيه ثالثا النادي الاهلي عشق العائله عندي بدءا من العائله الكبيره الوالد رحمه الله عليه كان أهلاوي صميم يعني بيعشق النادي الأهلي وعودنا كلنا كأسرة إن حب الأهلي ده حياة الوالدة ربنا يمتعها بالصحة والعافية بتتابع بشغف المباريات وبتكون قاعدة على أعصابها كما لو كانت شاب صغير أو شابة صغير جميل فبناتي لو احكي لحضرتك حاجة سريعا بمناسبة اقول لك على حاجه برضو انا خالتي برضو اهلاويه جدا وبتنزل كانت بعد الماتشات عند النادي وبالاعلام يعني وما هي يعني كبيره كانت بتعمل عمليه والله العظيم كانت بتعمل عمليه والكلام ده قريب وكانت بتسالنا بعد ما فاقت هو كهربا هيلعب الماتش ده فيعني انا متفهمه جدا قد ايه في ناس بتعشق الاهلي بمعنى الكلمه انا مامتي بتعمل كده انا مامتي يعني بتقعد تتفرغ للعباده قبل الماتش وتدعي ربنا لدرجه ان اخر ماتش قاعده يا رب التالت يا رب التالت وهي بتقولها التالت دخل ما شاء الله دعوات مستجابه ايوه شفت ربنا يديها الصحه يا رب ربنا يديها الصحه وعندي بنتين عندي يسرى وعندي نهال اهلاويين متعصبين يعني متحفزين جدا ان الاهلي ما فيش حاجه قبله ولا بعده ليلة الامتحان ممكن تلاقي يسرى لازم في اي ماتش موجوده باباها اهلاوي جدا فالاسره من الاسره الكبيره والاسره الصغيره اسرتي وطبعا المستشار اسامه انديل اخويا الكبير من اهم عشاق النادي الاهلي في حته الاهتمام بالمنظومه الاهلاويه وان كل حاجه يكون لها دراسه والمستشار القانوني للنادي وشارك في عمل اللائحه والاستاذ طارق انديل حلو ده على صعيد العشق يعني اهل بيت حضرتك للنادي الاهلي بكلمك بقى على تفصيله ان انت شخصيا عارفه تلحقي ما بين حوافز الحاجات دي كلها ازاي كل دول حوافز يا كريم ان انت الناس دي هتفرح قوي لو انت خدمتي النادي الاهلي هيبقوا في ظهرك ايوه الناس دي مش عايزه تاكل يعني الناس دي مش عايزه ممكن يتنازلوا عن الاكل بتتحقق البنات يا فندم ولا مفيش وقت لا بداوا يشاركوا بقى لان في اهلي يعني هو لازم يكون في تعاون
من الزوج ومن البنات صح. عشان تتفرغي لان انت بتعملي لنا حاجه لكيان احنا بنحبه. جميل. فالتعاون في الاسره المصريه طبعا الفكر اللي قالت عليه نهاوند ان احنا طريقه التفكير ان لازم يكون في تعاون، ان الراجل يكون متفهم للمسؤوليات اللي عند الزوجه ويكون داعم ليها، والبنات نفس الموضوع. فيعني بشوفهم بيساعدوا، يعني عندي نهال صحفية فبتبقى يعني شغوفة جدا ان هي تتابع وتكتب عن الاهلي وتبدي افكار ومقترحات، يعني بالعكس انا بشوفهم انهم معاونين وبيساعدوا كويس قوي. جميل، حلو جدا. طيب الفكرة بقى هنا بين التعاون والمشاركة في العمل مع لجنة المرأة واللجان التانية، ايه بقى ازاي بيتم ده؟ احنا في تنسيق من خلال اللجنة العليا، بيحصل اجتماعات بصفة دورية، بنطرح الافكار بتاعت اللجان وبيكون رؤساء اللجان كلهم موجودين في وجود رئيس اللجنة العليا والسادة اعضاء اللجنة العليا. خاصة في لجنة المرأة عندنا تمثيل نسائي للأستاذة ريهام طبار، شخصية جميلة جدا يعني ومتعاونة ومتحيزة للمرأة قوي زي كده بالظبط. حسيت كريم عايز يقولها. بالظبط، يعني مش نهاوند بس يا كريم، اي ريهام كمان. سلميها اي جمله فيها كلمه مرأة في النص هتلاقيها ثابت اللي في ايديها. شفتيني قاعده هاديه قولي لي مرأة وسيبيني. فاحنا عندنا الداعم الحقيقي في اللجنه العليا وسبورت لينا هي ريهام طبار، والاعلاميه الجميله سهى ابراهيم هي المسؤول الاعلامي عن اللجان، المتحدث الرسمي باسم اللجان. الاثنين في اللجنه العليا. بيحصل في الاجتماعات دي ان احنا بنطرح الافكار اللي تمت، ايه اللي تم في الفتره السابقه والنتائج بتاعته ايه، وبنقول لو في ملاحظات سلبية بنهتم بيها أكتر من الملاحظات الإيجابية عشان نتلافاها في المراحل القادمة. بيحصل تعاون حلو جدا، على سبيل المثال الملف بتاع محو الأمية بتتعاون معنا الدكتورة نداء داود بلجنة الطفل، هي رئيس لجنة الطفل وفريق العمل بتاعها، في تنسيق حلو جدا بينا. لجنة الشباب لما بنحتاج أي حاجة من شبابنا بيكونوا معانا. طب الرياضة أستاذة أنهار إيه أخبار؟ أخبار الرياضة إحنا عندنا دايما في الفعاليات بتاعتنا في اليوم الترفيهي كان عندنا حس على إن إحنا نمارس أنشطة رياضية مختلفة من خلال التواجد المناسب للحدث. بنهتم جدا إن يكون في تفعيل للرياضيات على جميع أوجه الأنشطة. خلال اليوم الترفيهي عملنا كذا نشاط رياضي وكان فيه مسابقات، وده كان مقتصر على النساء بس يا كريم، كان ممكن نهاوند بس اللي تبقى موجودة. لا والله نحضر بإذن الله، أنا عايزة أحضر معاكم مرة. هنعملك حاجة رجالي. حاجة للرجال يا فندم. يعني حاجة كده. المرحلة القادمة. بالمناسبة المرحلة القادمة إن شاء الله أنتم بتخططوا لإيه وناويين على إيه؟ وبرضه من ضمن الحاجات اللي الحقيقة ملفتة للنظر إن أنتم أي إيفنت بتنظموه لازم بيتنظم في الثلاث فروع للنادي الأهلي. ده حقيقي، لأن إحنا عندنا عيلة الأهلي مفيش فرق، زي ما قلت لحضراتكم كلنا بلا استثناء هدف يجب تحقيقه. ايه هو الهدف ده؟ ارضاء جميع افراد عائله الاهلي. انا عايزه اقول لك الاهتمام من اداره النادي بكل ما هو موجود بيحمل اسم الاهلي، كل ما هو موجود في النادي الاهلي، حتى الاهتمام بالمشجعين ده اساسي، لان النادي الاهلي بقوته الخارجيه والداخليه طبعا. عندنا اهتمام بالعمل المجتمعي الداخلي والخارجي. يعني ايه من ده بقى اللي انتم ان شاء الله ناويين تنفذوه الفتره الجايه بإذن الله؟ يعني عندنا مثلا الاهتمام بالحرف اليدوية والحرف والصناعات البسيطة. حلو. هنعمل ورش عمل، الورش العمل دي ممكن نستعين بمتخصصين هيستفادوا ان هم بيعلموا وهيستفادوا ان هم بيشتغلوا، وغالبا بإذن الله هيكونوا من داخل النادي، وان تطلب الامر ان يكون من خارجها لبعض المهن الحرفية
هنستعين برضو وهنشتغل معاهم بحيث ان احنا يكون عندنا تدريب لكافة الاعضاء اللي في النادي يقدروا ان هم يعملوا اعمال مثمرة ايا كان النشاط. وعملنا مسابقات بالفعل في فترة الكورونا، المسابقات دي عملناها اونلاين، ان ايه هو افضل منتج بسيط ممكن تعمله وانت قاعد في البيت، دور على الخامات اللي موجودة البسيطة وتقدر تطلع منها منتج، المنتج ده يكون فيه فايدة، وازاي تعلم الناس زي الكروشيه، التفصيل، التريكو، المهن المختلفة البسيطة اللي هتتمارس فيها ناحية اقتصادية، ان الست هتكون في البيت عملت عمل مفيد ووفرت وكانت مساهمة في التنمية المجتمعية. هي كل أفكاركم أحلى من بعض، وكل إيفنتاتكم أحلى من بعض، وحضرتك يعني نورتينا وأسعدتينا بوجودك معانا النهاردة، وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي. ميرسي جدا، ميرسي جدا، نورتينا أستاذة أنهار، هنتقابل جيلك النادي والله، ولو في إيفنت تاني إن شاء الله هشارك معاكم. شرفينا وتنورينا في أي وقت، ميرسي ليكي. فاصل وهنرجع أنا وكريم، نرحب بحضراتكم في آخر فقرة، واللي هي الفقرة اللي عن دوري كرة القدم للسم. فريق محترم جدا، منتخب محترم جدا، يعني لعيبة محترمين جدا، وكمان مش بس بيلعبوا وخلاص، لا دول بيحصدوا بطولات. يعني لما دلوقتي هتعرفوا حضراتكم من خلال الفقرة البطولات اللي حصل عليها هذا الفريق، بجد هتقولوا إزاي الناس كلها مش عارفاهم فرد فرد. خلينا نرحب بكابتن فؤاد عبد الحميد المدير الفني لمنتخب السم ونعرف بقى التفاصيل. صباح الخير في البدايه على حضرتك. اهلا بيك، منور يا كابتن، اهلا بحضرتك. تعال نبتدي من النقطه دي بالتحديد، لان دي نقطه في منتهى الاهميه فعلا، البطولات والانجازات اللي الفريق ده حققها، واللي احنا من ضمن ناس كتير قوي للاسف الشديد ما نعرفش حاجه عنها. هو في البدايات هم يعني واخدين، اول ما بدانا واخدين الميداليه البرونزيه في كاس الامم العربيه، كان في الاردن، واخدين تالت، دي كان بدايه المنتخب. بعد كده قعدنا فتره لغايه 2010 طلعنا البطوله العربيه واخدين اول برضو. بعد كده بدانا بقى في التصفيات الافريقيه، كانت في كينيا المؤهله لكاس العالم، كسبناها وخدنا الاول وتاهلنا لكاس العالم 2012. رحنا كاس العالم حققنا المركز الثاني والميداليه الفضيه. وبعد كده كان في بطوله مؤهله في افريقيا في جنوب افريقيا، برضو كسبناها وتأهلنا لأولمبيات السم وخدنا مركز رابع. وبعد كده 2016 خدنا خامس عالم، وفي ميدالية يعني أولمبية ثالث، بس أنا ما كنتش يعني أنا اللي بمسكهم، بس جميع البطولات أنا اللي اجتمعهم. بطولات وميداليات والناس مش عارفة، يعني خلينا نقولها بهذا الشكل، مفيش تسليط ضوء بشكل كبير. يمكن الوضع اتغير، انا زي ما كنت بقول لحضرتك في البدايه، احنا دلوقتي مش عشان والله حاجه، بس حضرتك معانا بيتفرج عليك ملايين، فدي حاجه مفروغ منها، بس برضو لازم كان يبقى فيه اهتمام اكتر. احنا عندنا لعيبه بهذا الشكل، ويعني مش هقول قدر، هم اصحاب همم بس ابطال. فعلى كل حال خلينا نبدا من جديد، بس انا متفق مع حضرتك جدا، كان لازم يبقى فيه اهتمام اكتر من كده، بس نعرف، لان السؤال ده اكيد هيجي في اذهان الكل وانا وكريم اولهم، ازاي التواصل بيتم، ازاي بيبقى فيه كونكشن، او يعني ازاي بيعرفوا ياخدوا التعليمات. يعني انا حابه اعرف التكنيك ماشي ازاي. هو اولا انا يعني مدرب في الاساس، كنت لاعب في نادي الترسانه وفي الداخليه، و وكنت في مدرب في نادي الداخليه، تمام. اما جيت اتواصل مع الصم، انا ليا اخ صم اساسا، فكان سهل التواصل معهم، بس طبعا مع الاحتكاك اتعلمت اكتر معهم في الاشارات، ان انا بتعامل اصم كاصم. يعني في الصم بيتعاملوا مع الاسوياء على قد ما هو السوي اللي هو بيفهم طريقته، انما انا بتعامل معهم ايه كاصم. تمام، عادي خالص. يعني كل لاعب او مدرب او اي حد بيبقى ليه اسم وليه اشاره. يعني انا مثلا فؤاد ليه اشارتي كده مدرب، تمام. كل لاعب فيه ليه اشاره، يعني انا بشاور له بدي له التعليمات بالاشارات، بيبتدي ينفذ حتى لو هو مش معايا. طالما شاورت كده واديت اشاره، اقرب لاعب بيه بيبلغه فبيبص لي، ببتدي ايه اوجهه. طب برضو بالمناسبه فرصه ان احنا نعرف من خلال حضرتك قوانين اللعبه دي، يعني نظامها، هل في حاجه مختلفه عن المباريات العاديه؟ بيتبع الاتحاد الدولي نفس قانون كره القدم، الاختلاف بس حتى الحكام
من الاسواق واللي هو برضه بيبيعوا اتحاد الكوره. الاختلاف بس الحكم اللي هو اللي في النص بيبقى معاه صفاره ورايه، لان الرايه دي هي متشافه. انما طبعا هو 45 دقيقه، الفاولات، الاوفسايد، كل حاجه دي. طيب وليه من وجهه نظر حضرتك يعني الموضوع مش واخد الاهتمام المفروض؟ اكيد طبعا رقم واحد الاعلام ده عليها بكتير، وتاني حاجه طبعا بس هم يعني كرموا كل حاجه يعني، والوزاره كرمتهم و... تمام صح كده. بس طبعا مش التكريم اللي يليق بالبطولات دي. طب تعالى نستغل الفرصه دي يا كابتن فؤاد ونوجه رساله مباشره، يعني حتى بعيدا عن الوزاره، بكلمك حتى على صعيد الرعاه. يعني فكره ايجاد رعايه لفريق من الابطال بيحقق هذا الكم من الانجازات على المستوى العالمي مش حتى المحلي، ده جدير بالرعايه فعلا، فتحب تقول ايه للرعاه اللي بيتابعوا مثلا الفقره دي دلوقتي؟ ما حضرتك الراعي مش هيروح يعني حاجه مش عليها السبوت او الضوء، هيروح للي هي الحاجه المنتشره، لان هو بيروج اسم شركه، اسم حاجه. يبقى نعدل الكلام من الرعاه الى الاعلام بشكل عام، تقول ايه للقائمين على الاعلام؟ هيجيب رعاه اكيد. فالاهتمام احنا حضرتك يعني احنا عندنا دوري ممتاز، دوري درجه اولى زي تنظيم اتحاد الكوره بالظبط، وبنستعين بحكام من اتحاد الكوره. عندي دوري ممتاز في ودوري درجه اولى، نظام صعود وهبوط يعني كانه شكل المتعارف عليه للدوري. انتوا عندكم دوري موازي؟ موازي بالظبط. اوكي. والكلام ده من 95 يعني. طيب كابتن فؤاد خلينا نخش برضو معاك نعيش يعني كده الاجواء، واحكي لنا المواقف يعني مثلا حصلت. هل بيبقى في نفسيه مثلا بعض اللعيبه داون شويه، او يعني يعني في بقى يجي احباط او حاجات زي كده؟ ازاي برضو حضرتك تتكلم معاهم كمدرب وتكون اقرب الناس ليهم اكيد، فازاي بيبقى في برضو التواصل ان انت بالجزء النفسي بتشتغل عليه بشكل جيد طبعاً، وكمان المهارات في الملعب؟ هو حضرتك يعني الاصم بيشوف اللي حواليه، فطبعا بيشوف منتخب مصر بيتعامل ازاي، بيشوف مثلا الانديه الدعم بتاعهم ازاي، فاكيد يعني بنقعد بنتكلم مع بعض. فهم يعني عايزين يبقى يعني طبعا لعيبه النادي الاهلي، لعيبه الانديه الاخرى، فبالتالي احنا بنقعد مع بعض وبحكي لهم الوضع ايه، بنقول لهم ايه احنا بدل ما نطلع على طول، لا يعني خطوه خطوه بس، عمالين نطلع وننزل نطلع وننزل. يعني الانديه انا عندي 16 نادي في دوري ممتاز، دعم بتاعهم 10,000 جنيه للانديه و 15,000 جنيه في السنه. طبعا في السنة؟ طبعا الماتش الواحد يشوف حضرتك يعني بيتكلف قد ايه. طبعا عندك حق. الحاجه الثانيه يعني الفرقه الصم في الانديه او مراكز الشباب بيجي لها دعم بتصرف عليها، ما بيتجهاش خلاص، ممكن يلغي الفرقه كمان. طبعا وفي انديه بتاخد التلت والتلتين كم من المبلغ ده. طيب عندي سؤال كده بس يعني خطر لي على بال، ومش عارف قد يكون سؤال ساذج، فلو طلع ساذج ارجوك سامحني عليه وكانك ما سمعتوش. لا مفيش سؤال ساذج. لا اصل والله خطر على بالي واحنا بنتكلم، فكره ان ممكن يكون في الدوري ده، الدوري الموازي اللي هو دوري الصم، في حال وجود لعيب استثنائي وحريف بالمعنى الحرفي، هل في امكانيه انه ينتقل من الدوري ده المخصص للصم الى الدوري العام او الدوري العادي بشكل كلاسيكي المتعارف عليه؟ في لعيبه عندي بتلعب في دوري، بس طبعا مش يعني في كان لاعب في الممتاز بيه، لاعب مركز شباب الحي البحري ومنتخب مصر محمد عبد الحميد، وفي كابتن عمرو وجدي كان بيلعب في نادي بيلا في كفر الشيخ، ففي لعيبه بس طبعا مش كتير. في كابتن حماده كوكا بيلعب، بس ان شاء الله لو لعيب واحد يقدر ينتقل للدوري العادي. عادي 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 بيلعبوا، بس طبعا بيبقى الدرجات الاقل من الممتاز. اوكي ماشي. وعندي اكتر من 10 محترفين بيلعبوا في انديه، بيشاركوا في دوري ابطال اوروبا، لان طبعا اما بنسافر بره وبتاع، احنا الحمد لله المنتخب المصري مصنف الثالث عالميا، فالحمد لله يعني منتخب الصم كرة القدم المصري مصنف الثالث عالميا. عشان بس ايه اللي ما يعرفش يعرف. طب احنا فين طالما حضرتك فتحت باب الكلام عن العالم؟ العالم بيتعامل ازاي مع فرق الصم اللي موجوده في كل دوله من الدول بالمقارنه بينا؟
بعيدا بقى عن تفصيله الرعايه والفاندنج دي النقطه طبعا دي احنا اتكلمنا يعني بيتعاملوا طبعا بيوفروا لهم شغل بيوفروا لهم امكانيات حاجات تانية خالص. انا عندي لعيبه يعني بتشتغل يعني حاجات يدويه وفي لعيبه عندي لما بتخش المنتخب ممكن بتسيب شغلها صعبه شويه. يعني كل حاجه بتاكد ان فعلا يعني لازم يكون في رعايه للفريق ده ولازم يكون في اهتمام اعلامي وصحفي بيه يعني وتفاصيل تانية كتير. هستاذن حضرتك ان احنا نرجع نكمل كلامنا فيها بس بمجرد العوده من هذا الفاصل. فاصل ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. طيب احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم مع كابتن فؤاد ومنتخب مصر لكره القدم للسم والفئه دي اللي موجوده وازاي هي الى حد كبير يعني بتحصد لنا بطولات لكن في نفس الوقت مش واخده حقها. كنا طلبنا من حضراتكم كمان تقولوا لنا كده رايكم وتوجهوا لهم رساله. انا مش هقعد انا وكريم نقرا لان انا هقول لحضراتكم بس عشان الوقت بس بجد في رسائل جايه كلها دعم الى حد ما اللي هو الناس فعلا واخده او متبنيه وجهه النظر دي اللي هو فعلا ازاي الفئه دي مش معمول عليها يعني سبوت لايت او اللي هي يعني واخده حقها حتى اعلاميا. فانا يعني هخرج بقى من النقطه دي واروح وخلينا خلاص ننسى اللي فات بس يعني بقول لحضرتك الناس شايفه ازاي الموضوع اللي جاي بقى البطولات اللي جايه والمشاركات اللي جايه ان شاء الله المنتخب هيشارك فيها. هو ان شاء الله كان المفروض 2020 كان كاس العالم فيبقى اتاجل 22 ده يكون في كوريا الجنوبيه ان شاء الله وفي اولمبياد الصوم ده هيبقى 2021 ده ميعاده الطبيعي هيبقى في البرازيل ان شاء الله. حلو والتجهيزات بقى وان حضرتك بتاهلهم من دلوقتي و لا لا يعني مفيش الكلام لسه بقى بقى لسه مش بيبقى هو المفروض بيبقى قبلها بقد ايه يعني هو يعني المفروض يعني انا باخد يعني في الاعداد مثلا ممكن اربع شهور او ثلاث شهور كافي اربع شهور البطوله ولا احنا بالنسبه لنا لا طبعا بس يعني انا عندي الدوري بيبقى قوي بيعوض بيعوض مثلا الفترات بتاعت الاعداد لان طبعا امكانيات فرقه كوره بتصرف هنرجع تاني نفس النقطه ما هي دي المعضله اصلا يعني هي المعضله اللجنه يعني ما بتتاخرش علينا في اي حاجه اللجنه البارالمبيه بس في حدود الامكانيات اللي متاحه لان هم عندهم اكتر من 8 منتخبات من المعوقين وبرضه من الناس اللي هم بيحققوا رفع الاثقال والحاجات لكن بشكل عام يا كابتن فؤاد يعني قبل يعني في مرحله الاستعداد لاي بطوله كبيره انتوا بتشاركوا فيها ايه نوع الاستعدادات اللي بتعملوها؟ شكل المعسكر ولا ما بيكونش في معسكر؟ لا بيبقى في معسكر بس معسكر. يعني الاهتمام الاول بالدوري العام الممتاز ده على اساس ان انا يعني بقدر اختار اللعيبه منه وبعد كده بنعمل معسكرات يعني لا المعسكرات والصرف يعني احنا بنتكلم على الدوري لكن لما نيجي نتكلم على كاس العالم بنيجي نتكلم على دورة أولمبية هل شكل الاستعدادات هيختلف؟ يعني ما اظنش لان طبعا الدعم برضه هو الاساس بس برضه يعني احنا بنقدر بنعوض بالدوري وبعد كده بنعسكر في حدود يعني قبلها بثلاث شهور وفي فنادق وبتمرن على الاستاد بس الاستاد الفرعي ما فيش مشكلة يعني في الاستعداد ما فيش مشكلة بالنسبة للمنتخب. انا بتكلم بعد اللي هو اما بنحقق يعني ما فيش المكافأة اللي المناسبة طب كلمنا أكتر عن اللعيبة يعني عايزين نقرب منهم أكتر نعرف أكتر عنهم. حضرتك كنت قلت إن مش كلهم بيشتغلوا في ناس متفرغة بس للرياضة صح كده؟ لا بيبقوا مثلا هم معظمهم يعني أعمال حرفية وقطاع خاص تمام ففترة المعسكرات ثلاث شهور اللي بيسيب شغله اللي في شركات خاصة ما بتوافقش ان هي بالتفرغ اللي هو يعني كلهم بيشتغلوا الحمد لله الحمد طب هاي بس التوفيق بقى ما بين الشغل والمعسكرات يعني في ناس يعني بتسيب شغلها في فترة المعسكرات تصدق كل الكلام برضه بيرجعنا لنفس النقطة والله العظيم نتحايل على الكلام نجيبه يمين شمال هتلاقي ان مشكلة التمويل هي برضه المشكلة ما هو ده الأساس طبعا طب أنا عايز أستأذن حضرتك في حاجة عشان إحنا من أول الحوار ممكن يبقى ناس كتير جدا متابعانا ولكن إن كان من ضمن اللي بيتابعونا أعضاء الفريق اللي مع حضرتك ممكن ما يبقاش مواكبين قوي الكلام اللي بيتقال أو مش عارفين يعني يفهموا اللي إحنا بنقوله فأنا عايز أستأذن حضرتك إن أنت توجه رسالة أو توجه كلمة لأعضاء الفريق بتاعك بلغة الإشارة
وارجوك من خلالها برضو تبلغهم تحياتنا. لا احنا لهوان. نعمل بعد كابتن فؤاد انا وانت نوجه لهم رساله تقول لنا نعملها ازاي. انا بالنسبه عشان مش هعرف اللغه دي فانا ممكن افوض حضرتك. لا يعني انا بتكلم كصم منتخب مصر ان حضراتكم بيشكروهم على ان انتوا في البطولات تاخدوا الاول تمام، وان هم يعني انتوا حضراتكم بتتكلموا على اساس تساعدوا الصوم ومنتخب مصر. طيب انا عايزه اوجه رساله كابتن فؤاد، قول لي ازاي اقول لهم بنحب منتخب مصر لكره القدم للصوم. احنا يعني دي انا هقلدك. يعني احنا يعني كله بيحب منتخب مصر، كله بيحب منتخب مصر، منتخب للصوم. مصر للصوم. والحاجه الثانيه الاشاره بتاعتهم الحب، علامه الحب دي. امال دي ايه؟ لا طب ماشي، انا كاميرا هتبقى عليا. قول لي الرساله وانا هوجهها لهم. انا هقلد حضرتك. ما انا بقول لحضرتك انت عايزه الرساله ايه. بحب منتخب مصر او بنحب منتخب مصر للصوم. قناه التلفزيون بتاع النادي. ده بالراحه عليا. الاهلي. طب تاني معلش نبدا من الاول. التلفزيون نادي الاهلي بيحب منتخب مصر للصوم. ودي حقيقه والله العظيم، وبنتمنى لهم ان ربنا يوفقهم يا رب ويوفق حضرتك. حضرتك بقالك 25 سنه معاهم. انا يعني بدايات احنا كبدايات الدوري والحاجات دي، انا في بدايتي ان انا يعني مجموعه من الصوم جم ابتدينا، ما كانش لا ليهم دوري ولا ابتدينا نروح الوزاره ونروح الاتحاد لغايه اما انا كملت معاهم. بدايه ان احنا عملنا دوري، وبعد كده فرقتي مركز شباب زينهم خدت البطوله، رشق يعني جابوني منتخب مصر، وابتدينا بقى بقيت مسؤول دوري، ومعانا برضو لجنه صم كانت لعيبه وبطلت، بندير لجنه الصم في الدوري، وبيسافر معانا اعضاء لجنه الصم. عندنا كابتن سيد مسعود ده كان لاعب منتخب مصر وحضر دوره الالعاب الافريقيه وحاليا رئيس اللجنه، وفي عندنا كابتن سيد جمعه ده مسؤول برضو معانا في اللجنه ده من الشرقيه، وعندنا كابتن ياسر حسن ده من القاهره، وانا معاهم. انتوا يعني بتشكلوا الحقيقه فريق محترم جدا ومكافح جدا، وبرغم كل الظروف اللي فيها جزء كبير للاسف الشديد سلبي وفيها اوجه قصور سواء من تغطيه اعلاميه من القاء ضوء على انجازات، لكن الحقيقه انتوا عاملين انجازات على مستوى العالم تستحق كل التقدير وكل الاشاده وكل الاحترام. احنا بنتمنى لحضرتك والفريق حضرتك بالكامل يا رب كل الخير ان شاء الله، وبنتمنى باذن الرحمن ان عشنا وكلنا عمر نرجع نلتقي مع حضرتك بعد العوده من الدوره الاولمبيه وكاس العالم، وتكونوا محققين كالعاده حاجه تشرف بلدنا ان شاء الله. شكرا ليك جدا كابتن فؤاد، وشكرا لحضراتكم كل التوفيق زي ما كنا بنقول، وان شاء الله بقى نشوفكم في حلقه جديده بكره. ولو بس عايزه اعلق سريعا قبل ما نختم على الجو الجميل ده اللي احنا ورا الشتاء، يعني انا مبسوطه جدا ان الاجواء ابتدت كده تبقى شتويه رغم ان لسه درجات الحراره مرتفعه، بس جميل المنظر اللي احنا شايفينه. ولو شويه مطر بقى الجمال يزيد يا رب، او رعد او الحاجات دي باذن الله تيجي قريب معانا. نشوف حضراتكم، نشكركم على متابعتنا النهارده، حلقه جديده بكره ان شاء الله.